بسم الله والحمد لله حمدا لا حدود له. نمر دائما إلى ما جاء بعد ثلاث آيات هذوما. يقول مولانا في هذه الآية آية 17 من سورة الروم، وأنا نذكركم بالنصر المبين أثناء أمة الإسلام بعد الهجرة النبوية الشريفة على سيدنا أفضل صلاة وزكى تسليم، هي بدر الكبرى. على ما أعلم أنها حدثت بفضل الله في يوم 17 من رمضان، تقريب السنة الثانية من الهجرة. يقول مولانا: فسبحان الله، أي لابد أن تنزموا لكم، يعني ما تفكروش في أي صفة من صفات ربكم اللي هي سلبية، لا، سبحانه عما يقولون وعما ينطقون به وعما ولا أي شيء تصورونه يعني في شأن الله سبحانه وتعالى، شأن الذات والصفات، له الأسماء الحسنى كم الأوصاف، له وحده فما حتى حد عنده أوصاف كلها جميلة وحقيقية وذات قيمة عالية كيف أوصاف الرب، ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون، أي يقتلينتي عمك الليل زمت سبع مولك خاطر ماش لحظة وانت مكش سبع مشكون في أمان، مستحيل انت أثناء التسميع تكون محاط بكما تقول انت ضمانة إلهية من سيكوريتي اللايك سدير ربي برك هو اللي يضمنك ويضمنك ويحميك من كل ما من شأني أن يشقيك. هذا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. احنا تو ما عندناش تسبيح حقيقي لا عند المساء ولا في الصباح، اغلب الناس الصباح راقدين بعد معاصي من قبيحة جدا اثناء الليل، اللي احنا في الليل انا هي مناسبة كبيرة باش نذكر رب العالمين، احنا وقيل منا باش ان نكون نعطينا جنب للفراش، بلقانا في التسبيح في ركوع وسجود. أين حالنا من حالكم يا من تدعون أنكم أذكى منا وأقوى منا وأعرف منا؟ كيفاش أنت كل كتلة من الظلمات ومش تحب تكون أعرف منا؟ اللي احنا تنيرنا أنوار الرحمن وخاصة أنوار القرآن والحديث القدسية والنوار من الله بها على أنبيائه الكرام وعلى إمامهم عليهم السلام جميعا، محمد النبي الخاتم، النبي العربي الأمي الصادق الأمين، والسلام على من اتبع رسل المولى الكريم الذي أكرم كل الناس، ولكن كثير منهم باعوا وتخلصوا من هذه الكرامة فحقت بهم اللعنات تتبعهم ليلا نهارا، والسلام على من سلم من غضب الرحمن.